لعب فيه لعب، لكن اللعب النهارده مع الكبار. النهارده فقره الابراج، هنلعب بس مش اي لعب، هنلعب مع الكبار او اسياد الابراج في التلاعب والذكاء، واللي هتدلنا عليهم طبعا وتعرفنا ألعبهم خبيره الابراج والفلك اللي دايما بتنورنا فقرتنا الاسبوعيه. معانا النهارده ايمان خير. ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام، كله حلو. ايه الكبار الابيض دول؟ يليق عليك. Thank كل الالوان تليق عليها ما شاء الله. يا سلام يا سلام. هي لازم يجيبوكوا لونج علشان الحاجات تبان حلوه قوي. اعتقد بانت. اعتقد هتلعبينا ازاي النهارده مع الكبار؟ وايه لما نقول الكبار في عالم الابراج احنا بنتكلم على ايه؟ على اشخاص عندهم ذكاء اجتماعي مميز. اشخاص بيقدر، يعني انت ما ينفعش انك تفكر انك ممكن تضحك عليهم. Okay. يعني دايما اذا عايز تتعامل معاهم اتعامل معاهم بشكل بحرص وبخط مستقيم. يعني افضل الطرق معاهم هو الخط المستقيم. اكيد مش الجدي، اكيد مش الجدي. والله انا عارفه اي كيو غطى علبة زبادي. لا خالص، هو ذكي في حتته لكن هو مش متلاعب خالص. ذكي في حتته دي اللي هو يعني اللي انا شاطره فيه في الحياه. يعني هو ذكي مثلا في انه الجدي ذكي في مثلا في مواضيع ليها علاقه بالعيله، الاخوات، الاصدقاء، الحاجات اللي هي محتاجة كوميونيكيشن بس في دايرة صغيرة مش دايرة كبيرة. لكن انه يتلاعب على الناس لا. الحمد لله. طيب في الحتة دي الحمد لله. طيب العذراء. العذراء في منهم طبعا. العذراء في منهم بتقولك والجوزاء. عشان انتي يضحك عليكي عادي. العذراء والجوزاء. العذراء والجوزاء والدلو والعقرب هما اسياد الابراج في الذكاء والتلاعب. اللي أيوة انت اذا هتتعامل معاهم انا وعيالي وجوزي لازم تخش معاهم خط مستقيم لانهم عندهم ذكاء قوي جدا. بيعرفوا نقاط الضعف عند الاشخاص اللي قدامهم وبناء على كده من الكلام ده اكيد. على فكره انت اوقات ممكن تلاقي نفسك بتعملي حاجه وانت مش حاسه بيها باي ديفولت، بس يستحيل ان الاربعه دول يبقوا في دايره مش مسيطرين عليها. اوكي. او ان يبقى في حد في الدايره دي هو اللي بيتحكم فيهم. صحيح. ما تلاقيهمش ابدا. الجوزاء طبعا لان هو الكلام والذكاء هو حتته. الدلو اللي دايما الناس بتنخدع فيه لانه برج لطيف وحبوب وبيحب الضحك وبيحب الهزار. لكن الناس ما تعرفش ان هو بيبقى قاعد زيه زي الحوت بيشوف كل حاجه بتحصل حواليه. والشخص اللي يلاقيه عايز يستغله يبدا بقى ان هو يخطط ويتكتك بخطه توصله لهدفه معاه. لكن ما تقدريش توصلي معاهم لان انت اللي تحطيهم في جيبك. أوكي. دايما هم اللي بيحطوك في جيبك. ده اكيد، ده من غير ما افكر. اكيد. فهي من ملوك الابراج لان اللعب معاهم خطر. ايوه بس دلوقتي احنا عندنا عذراء وهي بتقول لك عندهم ثلاثه عذراء. واحده عذراء ثلاثه دلو. واحده عذراء بس انت؟ انا بس العذراء. هي كده الغلبانه اللي فيها. طب مين بيحط مين في جيب مين؟ مين؟ صحيح، مين بيحط لا مين؟ لا انت اللي بتقولي لنا. مين بقى عندكم مين بيحط مين في جيبه؟ محدش بيحط حد في جيبه، هم كلهم حاطيني في جيبهم. بس عشان كأم، لكن في المواقف انا واثقه ان في المواقف الجد لا جد مفيش هزار. لا مفيش هزار. واللي انت عايزاه هو اللي هيتعمل، هو اللي بمزاجهم. لا لا. او بشكل غير مباشر. مين ضحايا الابراج دي؟ الابراج اللي في منتهى الذكاء دي الجدي طبعا. الجدي منهم فعلا، والسرطان جزء منهم. والحوت، لان هم دايما بيعتمدوا على العاطفه بيخش لهم. يعني بصي السرطان احنا بنقول ازاي عليه ذكي، والحوت بنقول عليه ذكي، لكن علشان هم اشخاص بيحبوا يكونوا متعاطفين مع الناس فبيكونوا ماده خام للابراج الاذكى والتلاعب. في منهم الميزان وفي منهم القوس. بيخش لهم من حته سواء يا اما الاندفاع بتاع القوس ان هو عايز يعمل حاجات من غير ما يفكر، او الميزان اللي بيحب المثاليه. فهم كل حد بيبقوا دارسينه كويس جدا. وهتلاقي ان الاربع ابراج دول عندهم قدرات على التفكير والتنظيم والتعامل مع الناس بحرص والاستماع الشديد. دي خطورتهم الحقيقه، هم عندهم قدره على الاستماع. ليه بتعتبريها خطوره مش ميزه؟ لان الشخص اللي هيستمع ليكي مش هيسمع، اللي هيستمع ليكي هو عرف من البادي لانجوج بتاعتك ومن طريقتك ومن كلامك كل الخبايا عنك اللي هي بتمثل 75% او 85% عن حياتك الحقيقيه.
اللي هو انت بتقوليها فانت مكشوفه قدامه، انت مكشوفه. أوكي. فهو بيبدا بقى ايه زي عزف بيانو، بياخد الامور خطوه خطوه. اوكي طيب الحمل ايه بقى؟ يعني مجني عليه ولا برضو من الابراج القويه؟ الحمل في جزء منهم بتوع العشريه الاولى والعشريه الثالثه بيكون مجني عليهم لانهم مندفعين. أوكي. جدا. فبيقعوا تحت سيطرتهم، لكن العشريه اللي في النص لا يستحيل، ده هم بقى بيخشوا في تنافس وصراع مين اللي يقدر يسيطر على مين، خصوصا ان العشريه الثانيه من الحمل هي عشريه ذكيه جدا جدا. اوكي. الابراج دي هل تفتكروا كده ان هم بيكتشفوا بسهوله اللي بيكذبوا عليهم؟ وايه يا ترى بتبقى رد او رده الفعل تجاه الكذب؟ بيقدروا يعرفوهم من اول السلام، وهم بيسلموا عليهم سلام. بيقدروا يعرفوهم. يا سلام. متاكده؟ عشان كده بالذات. متاكده؟ بس بصي في العذراء بالذات كمان الرجاله هما اللي ايوه كده حددي. ايوه انا قلت ده انا جينيوس ومعرفش ومش واخده بالي. عندك يعني مهارات مش مستغلاها. عندي مهارات معرفهاش اصلا. عايزين نطلعها. عايزين نطلعها. خلاص توليت بقى. خلاص. لان هما مجرد ما بيتعاملوا مع الشخص اللي قدامه هو بيبقى عارف هو صادق ولا كذاب، يعني تحس ان انت بتتعاملي مع جهاز كشف الكذب. عشان كده دايما في الابراج دي اقول لهم بلاش تكذب عليهم، يعني مش هتعرف تتعامل او عايز تخبي بلاش تتعامل معاهم. ليه؟ لان هم مثلا مش زي الميزان مثلا لو هو اكتشف كذبك فبعد شويه هيواجهك، او زي الجدي وهو بيتكلم في نص الكلام هيروح متخانق مع الفكره انت بتكذب وبتقول كذا كذا. لا خالص، هم هيخلوكي تكملي لغايه الاخر. للاخر عادي. ممكن يقعد معاكي سنه عشان بس يعرف انت عايز توصل لايه، انت بتكذب ليه. فعندهم طوله بال بطريقه رهيبه، فهم مناسبين جدا جدا في المواقف اللي فيها تحديات ووظايف فيها طوله بال، لانه هيكتشفك. اوكي. وهيبقى عايز يعرف انت بتكذب عليه ليه من الاساس، عشان تضحك عليه ولا عشان انت عايز مصلحه. وساعات يبقى بيقول له في وسط الكلام دايما بينبهه. وده من ذكائهم ان هو يبقى في النص يقول له طب انت عايز ايه، طب انت بتعمل ايه، يعني الكلام ده متاكده. طيب ويقعد يديله فرص. مين سوري، مين اللي مع مريم؟ مريم من الجيزه. يا مريومه مساء الخير. مساء الفل حبيبتي، اتفضلي. الاول انا بحبكم جدا جدا. حياتي. وليا صديقه هي مواليد 20/3/1996. 96 20/3/96. تمام. اوكي. في علاقه صداقه مع حد وكانت عايزه تحولها لعلاقه ارتباط. فهل تاخد الخطوه دي وتقول له ان هما ممكن يبقى في حاجه رسمي ولا لا؟ انا موافقه. قولي لها ان انا موافقه. عشان انا بحب إيه؟ اقول لك، عشان انا بحب دايما علاقات الصداقه تبقى هي البيز بتاع العلاقات العاطفيه. يعني صديقك حبيبك، صديقك بعد كده حبيبك صديقك زوجك تنجح العلاقه دي. احنا عملنا الفقره دي قبل كده. صديقك زوجك. انا مقتنعه. اوقات بحس انك بتخافي تخسريها. لا مش مهم، عادي يروح يجي غيره، بس لو نجحت هتنجح قوي. شكرا يا مريم. واهو طيب العلاقه. العلاقه يقدروا ان هم يطوروها، لان هم الاثنين في علاقه تشافي لبعض، هما الاثنين هيشفوا بعض، فعلاقتهم هتبقى على اساس قوي جدا، فيقدروا يعملوا ده. يعني هي تقدر تبادر بانها ترمي ترمي قلمك فين عشان عمالين يملوني. مش عارفه ما انا كمان نسيته. طب احنا معناش قلم. ماشي. اوكي. 10/10. بس ده ايه؟ ست راجل محتاجين يسالوا على ايه؟ راجل عايز يسال على ايه؟ اكيد الفلوس. الحب والعلاقات. لا لا غريبة. رومانسي. ده راجل رومانسي. راجل الميزان رومانسي على فكره. بصي حتى طلع له ملك الميه. العلاقه اللي هو فيها هو اللي هيقدر ينجحها، هو اللي لازم يحتوي الطرف الثاني ويكون اكتر رحمه ورأفه بيه عشان العلاقه دي تنجح. باشا احتوي يا باشا، ده دورك في كراجل في العلاقه ان انت تحتوي. طيب ايه رايك ناخد شويه توقعات فنيه بتاعت الاسبوع لغايه لما يجي لنا بقيه التليفونات؟ المستشار تركي الشيخ اعلن من خلال فيديو عن فيلم اسمه النونو. اللي ان شاء الله يقوم ببطولته احمد حلمي ويجسد فيه شخصيه نصاب هيعمل عمليتين نصب طبعا في السعوديه، واحده في كاس العالم للرياضيات الالكترونيه
وواحده تانية وقت الحج. الفيلم هيبدا تصويره في اخر السنه دي سنه 24 وبدايه 25، والمفروض ان هو يتعرض في 25. توقعاتك ايه للفيلم ولاحمد حلمي؟ وهل احمد حلمي يعني الفيلم ده هيكون علامه فارقه في تاريخه ولا ويعمله ولا ما يعملوش؟ كونسيدرنج انه بقاله فتره الدنيا مش الطف حاجه. يعني هو ده احنا هنحط له كده حاجات كتير قوي. طيب 18 11 ده قوس عقرب. هو ومنى زكي 11 مش 12. طيب هو بالنسبه للفيلم طاقه الفيلم هيكون فيها مجهود كبير جدا، لكن نتيجتها النهائيه مش هتبقى محسومه بنجاح قوي زي ما هو عايزه، فطبعا هيبقى القرار لي. الفيلم من الافضل ان هو لو هيبدا عرضه او هيتعمل يبقى على شهر 5 بتاع 2025، علشان يتفادى شويه طاقات هتكون مش لمصلحته. ويعملوا ولا ما يعملوش؟ بصيتي في الكارت الاولاني ما عجبكيش، التاني برضو ما عجبكيش. بصي انا بشتري كروت من ديوان عشانك، عشان كل مره اجيب لك حاجه جديده ما فهمهاش. مش اوكي وبرضو بتفهم؟ لا بالعكس، ده هو ده حلو عشان الذكاء اهو. الذكاء اهو شفتي بقى؟ لا انت اللي قلتي لي انا لما بسحب كذا كارت. بس هو مش اي حد بيحفظ. بس لا انا ذاكرتي فوتوغرافيه الحمد لله. طب قولي لي اول كارت كان ايه؟ بصي هو اول كارت هو 9 اوف وانس اللي هو 9. لا 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 مش قصدي ده، الكارت اللي ما رضيتيش تقريه. بصي اللي بعده ده لا نتيجته مش كويس. اللي بعده وبعديه ده هو محطوط في حيره ليها علاقه بالاوضاع الماليه. الحدس بتاعه بيقول له ما يعملش، لكن الاوضاع الماليه بتقول له يعمل، والاوضاع الماليه هي اللي هتكسب. لكن يعني هو عارف، معلش اترجمها اكتر، هو ما بين انه يعمل الفيلم وما يعملوش. لكن هو محتاج ان هو يعمل الفيلم ده، لكن هو عنده احساس ان الفكره مش هتنجح قوي. مش هتنجح. الحق نفسك على فكره. نيفر تو ليت. بالظبط. هو عارف الله اعلى واعلم. ومن الافضل انه ما يعملوش، لانه فعلا بقاله فتره يعني سهمه مش طالع في الحته دي. بالظبط. فما فيش داعي. وبعدين يعني والفكره مقرره، يعني اتكررت قبل كده وخلاص هي نجحت، فبعد كده مش هتبقى بنفس مقبوله عند الناس قوي. طب معانا ايمان من اسكندريه. يا ايمان. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه دينا؟ ازيك انت حبيبتي؟ اتفضلي. الحمد لله. انا 25/7. اوكي. وكل حاجه اجي اخطيها متلخبطه معايا خالص. 25/7. اوكي. وانا منفصله. حاضر. محتاجه اسئله تاني؟ لا شكرا. ايمان اتفضلي. قولي عايزه تقولي ايه؟ قولي قولي. وابني 27/12. احنا الاول 25/7. طيب هي التحدي اللي بيقابلها ان هي احساسها ان الوضع المالي بتاعها عشان ينجح لازم تكون معتمدة على شخص تاني. احساس عدم الامان والخوف هو اللي مخلي الجدر عندها مش مستقر، وده اللي عامل لها كل المشاكل. مجرد بتعرف ان الامان مصدره هي، بغض النظر الفلوس جاية من مين، امورها هتكون افضل بكتير. ماشي. معانا كمان منى منك. ابنها الاول. ابنها. قبل ما ناخد التليفون التاني معلش. كان 27/12 صح؟ 27/12. عنده نجاح في حاجه، يعني اللي هو طالب او حاجه، عنده نجاح كبير جدا جدا في حياته الفتره اللي جايه، والست شهور اللي جايين عنده ممتازين جدا ما شاء الله. معانا منى من القاهره. مساء الخير يا منى، اتفضلي. الو. اتفضلي يا منى. الو. ايوه. الو. ايوه اتفضلي يا منى، سامعينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله يا رب. شكرا لكم جدا، وبرنامجكم في منتهى الجمال. ربنا يخليكي بيكوا عشان انتوا بتتفرجوا بس. وانا من محبي مامتها جدا 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 جدا. كلنا حبيبتي، كلنا ربنا يخليكي. اول سؤال، سؤال سريع كده، اعرف بس توافق برج السرطان مع الجدي. السرطان مع الجدي. مين ست ومين راجل؟ مين ست؟ 15/7 و26/12. مين ست ومين راجل؟ الراجل 15/7 والست 26/12. اوكي. وبحبها جدا جدا بصراحه، يعني عايزه اطمئن اذا صح ولا غلط. عينينا. شكرا ليكي جدا، سلمي لي على الاستاذه كتير. حاضر من عينيا. شكرا، هسمعكم. مع السلامه. نورتي.
طب هو السرطان والجدي اصلا من العلاقات القويه، يعني الراجل السرطان والست الجدي هي من العلاقات الناجحه جدا. هما التحدي ما بينهم محاوله اثبات الذات، لكن هما في علاقه متجانسه جدا. بمعنى ايه اثبات الذات؟ ان كل حد عايز يثبت ان هو اللي صح. وهي دي المشكله، دي مشكله اغلب العلاقات. ان الناس لو شافت إن يعني انا دايما بقول ايه، كل واحد شاطر في منطقته. ممكن تبقى الست هي اللي عارفه تدير، مثلا في ستات اذكى جدا من الابراج بتعرف تدير ماليا، في ستات في الابراج ما بتعرفش، لكن جوزها اللي بيعرف يدير، فيقول لها لا هو كده هيبقى بيتحكم فيك. ادوا لكل واحد الحاجه بتاعته اللي بيتقنها، يعني اللي ناجح فيه هيعملها صح. وما فيش صح وغلط بين الازواج، يعني ده هي مركب واحده. ده حقيقي. وبعدين هيتخانقوا قد ايه يعني على حكايه الفلوس؟ الفلوس قد كده كلها على بعض، يقسموها على نفسهم وخلاص، محدش لاقي ويرتاحوا ونخلص خلاص ونخلص. طيب معانا تليفونات تاني ولا نخش على التوقعات اللي بعده؟ اللي بعدها هدى من المنوفيه. اوكي، مساء الخير يا هدى، اتفضلي. الو، اتفضلي يا هدى. الو، ايوه. لو سمحتي عايزه اسال على تاريخ ميلادها 14/7. عايزة تسألي على حاجة معينة؟ يعني ايه الوضع اللي موجود عنده في حالته المزاجية؟ مكتئب اليوم كده ومخنوق. مخنوق ده راجل؟ راجل؟ لا بنت. بنت. طيب حاضر. ولو سمحتي 25/5. حاضر. 14/7 و25/5. هي الحاله المزاجيه في الاساس، عشان احنا لسه في موسم السرطان. فموسم السرطان اصلا وهي سرطان البنوته، هو اساسا بيعمل حاله من التوتر والموديه لاغلب الناس. لكن نشوف هي عندها ايه. ثانيه، عشان في كروت بيبقى في بقى من دي كروت بقى ايه ما بينفعش نحطها. كروت جديده بقى ومكلفه وصارفه. لا ما في كروت بقى ما تنفعش ان ايه فبنخبي الصوره. لا هي محتاجه بس تتزن عاطفيا، عندها حاجه مستنياها نتيجتها هتبقى كويسه زي ما هي عايزه، بس تصبر وتتعلم ازاي هي اللي تقود مشاعرها مش مشاعرها هي اللي تقودها. جميل. معانا استاذ عارف من القاهره. يا استاذ عارف مساء الخير. الو يا استاذ عارف. شكرا 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 استاذ عارف. طيب اسعاد يونس بتكمل. استني ثانيه واحده. عصام من اسيوط. الاولويه طبعا للجمهور. عصام من اسيوط. ايوه عصام. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. ايوه انا عصام. ايوه عصام من اسيوط. اتفضل يا فندم، احنا معاك على الهوا. انا مواليد 18/1. 18/1. عايز تسال على حاجه معينه يا استاذ عصام؟ بسأل بس يعني. حاضر. عايز استطلاع يعني. حاضر. وعندي ابني، عندي ابني 20/7. حاضر. شكرا. هو ده الوجدي. طيب هو في عنده ضغوط وتحديات قويه، هيقدر بمجرد ما شهر 7 ينتهي الضغوط والتحديات دي هتعدي. وانا بقول ده لاغلب الناس، شهر 7 شهر ضاغط علينا كلنا، فيحاولوا ان هم يهدوا اعصابهم فيه لغايه لما يعدي على خير ان شاء الله. وحر حر شهر حر حر ده بوظ الاعصاب اصلا. بوظ الاعصاب. ابنه ما يقلقش عليه، ابنه اموره كويسه، بيفكر كويس، عارف هو بيعمل ايه، يسيبه يخطط زي ما هو عايز، لان الولد عارف مستقبله يعمل فيه ايه. ما شاء الله. ادخلي على اسعاد يونس. ماشي. اسعاد يونس بتكمل تصوير مسلسلها الجديد تيتا زوزو اللي هيبدا عرضه قريب على القنوات الفضائيه. المسلسل مكون من 30 حلقه من تاليف محمد عبد العزيز واخراج شيرين عادل، بطوله اسعاد يونس، صلاح عبد الله، محمد البزاوي، محمود البزاوي، اسلام ابراهيم، محمد كيلاني، ندى موسى، ايمان يوسف. اسعاد بتلعب فيه دور وكيله وزاره وعندها ولدين متجوزين واحفاد، وبتمر العيله بمشاكل وازمات بتضطر انها تتدخل عشان تحل المشاكل دي. توقع سريع كده. توقع سريع. عشان وقتنا خلص اصلا. طيب هو الاول هيواجهه شويه مشاكل، يعني ممكن يعني يتوقف لفتره، لكن بعد كده هيرجع وهيكمل، بس هيبقى فيه شويه تحديات، لكن في الاخر الامور هتمشي بشكل ايجابي وهينجح. هينجح بقى اسعاد يونس. هينجح طبعا. اذا اسعاد يونس يبقى هينجح. ايوه طبعا ان شاء الله، بنتمنى لها كل توفيق وخير. وايمان انت نورتينا كالمعتاد، ومهما غيرتي الكروت يا بنتي حلو. بصي اهو بطلع مهاراتي. مهاراتي فعلا. ميرسي يويا. وشريف بره خلص قبلنا زمان، يروح بيته.
بنشكركم. النهارده كان اخر يوم في الاسبوع بالنسبه لنا، لكن باذن الله باذن الله يوم السبت يكون يوم جديد نيجي برضو انا هو وهي. باي.